يأتي أكل الثوب، لكن الخنزير البري ليس الحيوان السري. سنعطيكم معلومة أخرى. على النقيض من الخنزير البري الذي يعيش في الأماكن القذرة، يقوم الحيوان السري ببناء بيته. هناك طائر يعيش في أوروبا ويقوم ببناء بيته، فقد يكون هو الحيوان السري. إذا كان الحيوان السري يبني بيته، فربما كان الهدهد، فهو كالطيور الأخرى يبني عشا. للهدهد طريقة غريبة في الدفاع عن نفسه، فإذا شاهد طيرا جارحا في السماء فإنه يستلقي على الأرض ويفرش جناحي ويمد ذيله ويرفع منقاره للأعلى، فيبدو أكبر حجما مما هو عليه، فتخافه الطيور الأخرى. سبحان الله الخالق كل شيء. لكن حيواننا السري لا يدافع عن نفسه بهذه الطريقة. هل تحتاجون إلى معلومة أخرى؟